السلام عليكم. ان شاء الله دلوقتي انا هشرح لكم اللي هو الانفنتوري موديل، المساله اللي هي من النوع الثاني، اللي هو دايما بيجيب لك جدول كبير وبيقول لك ايه هات البرودكشن كوست. تمام، ديت المساله، دي المساله اللي جت السنه اللي فاتت. بيروح جايب لك جدول زي كده في بيريودز، بيقول لك مثلا 1 2 3، وبيقول لك هنا الكباسيتي في الريجولر كذا وفي الاوفر كذا، وبيقول لك الديماند بتاعهم قد ايه، والسطر الاخير ده سيبك منه اللي هو اصلا عباره عن التوتال. في برضه المساله بيقول لك الكوست في الريجولر بيساوي كذا، والكوست فور اوفر تايم بيساوي كذا، وبيقول لك مثلا الهولدنج كوست ويديك قيمه، وممكن يقول لك نو شورتج از الاول او يقول لك في شورتج. تمام، فانا هحل لكم دي من غير شورتج، والتانيه هقول لكم لو في شورتج هيبقى عامل ازاي. هذا السؤال بيقول لك فايند برودكشن سكيدجول. فاول حاجه بنعملها بنعمل جدول صغير زي ده، ماشي، وبنعمل في ايه، دي حاجه زي تشيك كده. فاحنا لازم نتاكد ان دايما الديماند اقل من الكباسيتي. الديماند بتاع الفتره الاولانيه دي 130، فهتروح كاتب هنا 130، دايما نتاكد ان هي اقل من مجموع الكباسيتي في الاوفر وفي الايه وفي الريجولر. 50 و190 قد ايه فيها ال 240. تمام، نتاكد ان انا نقلت المسألة صح. لا انا اسف، دي 90 بس، دي مش 190، دي كانت دي 90 بس، ماشي، ديت عبارة عن 90 بس. يبقى 90 و50 140، يبقى هي فعلا الكباسيتي اقل منها. بعد كده بتروح عامل الديماند التاني اللي هو قد ايه 140، فبتكتبه، لا انت بتعمل الكوميوليتيف 130 و140 اللي هما 270، يبقى 270 اتأكد ان هو اقل من او يساوي، تمام، كام الكوميوليتيف بتاع ده وده 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 اول اربعة اللي هما قد ايه، اللي هما 320 فعلا ده اقل منها. بعد كده بتجيب الديماند الكلي اللي هو الكوميونيتي بعد 420، وبرده هتتاكد ان هو مين اقل من او يساوي الكوميونيتي بتاع الكباسيتي كلها اللي هي 160 و270 بيساوي 430. تمام، اتاكدنا من ده كده، عرفنا ان الفرق بينهم قد ايه 10، فانت تعمل 10 صغير كده. طيب الخطوه الثانيه بنعمل جدول كبير زي ده بالظبط. تمام، هقول لكم بنملى الجدول ده ازاي. اول حاجه الاعمده بتبقى هي عباره عن البيريودز بتاعتنا. تمام، يبقى احنا عندنا كام بيريود؟ يبقى 3 بيريود، ده 1 و2 3. دايما في المسائل ديت اكملنا الديماند اقل، فانت بتزود حاجه اسمها سيربلس اللي هو زي الدامي ديستنيشن يعني. تمام، فانت بتزود السيربلس ده، وطبعا ايه القص اللي بيكون في كله فيه اصفار. طب الاعمده الصفوف بقى بنعملها ازاي؟ انت عندك ريجولار تايم واوفر تايم، تمام، لكل بيريود. فانت لكل بيريود بتعمل لها عمود، بتعمل لها صف خاص بالريجولار تايم والاوفر تايم اللي هو ازاي. يبقى الاولانيه هنروح كاتبين فيه R1، دي معناها الريجولار تايم الاولاني، وبعد كده T1 اللي هو الايه الاوفر تايم الاولاني، وبعد كده بتروح عامل R2، وبعد كده T2، R3 و T3. تمام، يبقى كل بيريود عملنا لها اوفر تايم، ريجولار تايم، واوفر تايم لوحدها. بعد كده طب هو مثلا لو جاب لنا في المساله قال لك ان الاوفر تايم بتاع الفتره الثالثه مثلا دي كان صفر، نفترض مثلا كان صفر، يبقى الاوفر تايم التالت اللي هو دهوت هيتشال، يبقى كأن الصف ده كله مش موجود. تمام، بعد كده بنروح حاطين الديماند بتاعنا، الديماند بتاع الفترة الأولانية دي 130، نروح كاتبين 130، والتاني 140، والتالت قد ايه 150. وبعد كده بتحط السورسز الكباسيتي اللي عندنا كلها. الكباسيتي الأولانية الريجولار 90، فبتحطها هنا ايه، تحطها هنا 90، بعدها 50، وهكذا، ده 100، 80، 80، 30، وتتأكد ان المجموع دول بيساوي مجموع دول. تمام، زي ما قلنا اللي انا حطيته هنا اللي هي الارقام دي. طيب دلوقتي احنا كام لنا الجدول، هنعمل بس الشروط بتاعتنا الصغيرة. طيب احنا عملنا الايه الشروط بتاعتنا دي اللي هي القصص بتاعتنا. طيب دلوقتي احنا هنملى القصص ازاي. اولا هو بيقول لك ان الكوست في الريجولر 2 والكوست في الاوفر 3، انت بتحط الاثنين والثلاثة، احفظ الجملة دي، كل بيريود بالريجولر والاوفر بتاعها. ازاي؟ الريجولر الواحد دهوت البيريود بتاعته اللي هو الاولانية، قلنا الكوست في الريجولر قد ايه 3، يبقى تروح اعمل هنا 3، لا قصدي 2، تروح اعمل هنا 2، والريجولر قد ايه 3، الريجولر 3. تمام، تروح ماسك الريجولر والاوفر التاني بتعمله بالبيريود التانية، يبقى هنا 2 و3، والتالت بتعمله ايه للتالت، هنا 2 و3. من الاخر انك كأنك بتعمل القطر الرئيسي. تمام، وبعد كده بقى بالنسبة للقيم اللي بعدها، علشان تمشي من هنا لهنا
بتزود الهولدنج كوست، ما انت يعتبر خزنتها، فانت بتزود الهولدنج كوست. هو مديك الهولدنج كوست قد ايه؟ قال لك 4 من 10. يبقى عشان نكتب هنا، عشان نقل من هنا لهنا، ترى عامل قد ايه؟ 2 و4 من 10، بتزود 4 من 10. طب واللي بعدها هنزود كمان 4 من 10، يبقى 2 و8 من 10، تمام. وهكذا مع كل الخلايا دي كلها. الخلايا اللي بعدها 3، يبقى 3 و4 من 10، 3 و8 من 10، 2 2 و4 من 10، 3 يبقى 3 و8 من 10، تمام. بس كده احنا ايه؟ عملنا الهولدنج. طب المفروض انا حبيت ارجع ورا، ف بعد ما عملنا الهولدنج، الخلايا اللي ورا دي بنعملها ازاي؟ هو بيقول لنا انه شورتج، معناه ان احنا ما ينفعش نرجع لورا. هو قال لنا في المساله انه شورتج، فاحنا ما ينفعش الخلايا دي نرجع لها لورا. لو قال لنا في شورتج، فبالتالي هنحطها كلها ام. ادي ام اللي هو مستحيل يعني، تمام. ادي ام، ادي ام، تمام. لو هو كان قال لنا في المسألة ان في شورتج، وقال لنا مثلا، قال لك ان الشورتج ده بتلاتة من عشرة، فبتعمل ايه؟ بتزود التلاتة من عشرة بس وانت راجع لورا. يعني دي 2، يبقى هنا 2 و3 من 10، هنا 3، يبقى هنا 3 و3 من 10. انت فاهمني؟ انت بتزود الشورتج ايه وانت راجع لورا، تمام. انت خلصت كده الجدول بتاعك، بتعمل ايه بقى؟ هو بيقول لك find the production schedule. فانت بتعمل ايه؟ اولا بتحل بطريقة، دي طريقة جديدة اسمها simple method، تمام. السيمبل ميثود دي بقى بتتعمل ازاي؟ اولا بتمسك كل عمود لوحده، ما بتتنقلش من عمود غير ما تخلصه. بتشوف الكوست الاقل اللي فيه ايه؟ الاقل 2، بتحط فيه بقى ايه؟ 90 ولا 130؟ لا، بتحط الاقل، يبقى تحط 90. يبقى دي كده صفرت 130 ناقص 190، هيفضل لك قد ايه؟ هيفضل لك 40. بتعملها ايه؟ وبعد كده بتشوف ما بتتنقلش غير ما تخلص الايه؟ العمود. هت 3 هنحط فيها ايه؟ كام؟ هنحط فيها 40. ودي اتصفرت، ودي فاضل فيها قد ايه؟ 10، تمام. وبعد كده بتخش على العمود التاني، بتشوف فين اقل كوست اللي هو الاتنين. هتحط في 100 ولا 140؟ لا، هنحط في 100. ده 100، يبقى دي اتصفرت، دي اتصفرت، وهنا قد ايه؟ فاضل هنا 40. هتكملها بالطريقة ديت، تمام. انا خلصتها كده، خلصت، ملينا القيم اللي في الجدول كلها بنفس الطريقة اللي انا بدأت بيها. طب دلوقتي بتعمل حاجة اسمها تشيك فيزيبلتي، تمام. الفيزيبلت بتعملها ازاي؟ بتتاكد ان الام زائد الان ناقص 1 بتساوي الستون سيلز اللي هي العدد الخلايا اللي فيها ايه؟ اللي فيها ارقام. طيب الام والان دي اللي هما الصفوف والاعمده، ادي 4 و6 10، يبقى 10 ناقص 1 اللي هو بيساوي 9. يبقى المفروض هل احنا عندنا فعلا 9 خلايا فيها ارقام؟ تعالى كده ما نشوف. ادي 1، تمام. ده 2 3 4 5 6 7 8 9، مظبوط، بيساوي 9. يبقى احنا كده الفيزيبيلتي بتاعتنا مظبوط. بعد كده بتعمل بقى ايه؟ تشيك اوبتيمالتي. بنعملها ازاي دي؟ اللي هي باليو والفي اللي احنا عارفينها. بتروح شايف اكبر اللي هو من الشابتر 2، اكبر سطر او اكتر سطر او عمود فيه خلايا فيها ستون سيلز، تمام. وبتروح حاطط الفي اللي فيه اللي عنده بيساوي 0، تمام. وبتكمل بقى، بتكمل هنا الفي 1 بيساوي الفي 2 بيساوي الفي ايه؟ 4. وهنا هنا اليو 1 اليو 2 وهكذا، يو 3 يو 4 يو 5 يو 6. فانا هعملها على السريع واقول لكم القيم. لا بص، هقول لكم انتوا بكملوها، انتوا المهم انتوا دي نفس اللي بتبقى في شابتر 2 بالظبط. بعد ما هتخلصها لو كانت فعلا لما تطلع القيم دي كلها، بتعمل بقى تشيك اوبتيمالتي لان بتتاكد ان القيم اللي هنا كلها موجبه، تمام. ده من شابتر 2، راجعوا شابتر 2 وشوفوا هي بتعمل ازاي. يبقى انت كده خلصت المساله بتاعتك. بس بعد كده بيقول لك بقى ايه؟ هتروح عامل مربع صغير، تمام، وهتروح عامل فيه هنا هنا الريجولار وهنا الاوفر تايم، تمام. بتشوف الانتاج اللي انت هتنتجه في الريجولار في البيريود الاولانيه. الريجولار احنا عندنا قد ايه؟ 90 بس، يبقى هنا 90، تمام. والاوفر الثانيه والاوفر الاولانيه فيها 40 و10، فانت بتروح عامل 40 زائد ايه؟ 10 اللي هي بتساوي 50، تمام. وهكذا بتعمل ايه؟ عندك الرجولر الثانيه فيها 100 و0، يبقى 100، تمام. والاوفر تايم بتاعها اللي هو تي 2 فيها قد ايه؟ فيها 40 و40 اللي هو 80، تروح عامل 40 زائد 40 اللي هو قد ايه؟ اللي هو 80. وهكذا بتكمل ايه؟ الخطوة التالتة نفس الكلام اللي هو ده 80 وقد ايه؟ و30، تمام. بعد ما خلصتها بقى هتحسب التوتال كوست بير يونت اللي هو بيساوي الرقم ده في ده زائد الرقم ده في ده وهكذا. وبتكملها، الناتج اللي هيطلع لك يبقى هو ايه؟ هو ده المطلوب. المسألة التانية
اللي هي جات في سنة 2014، وجايب لك مسألة بالشكل ده بالظبط. عندك أدي المسألة فيها 4 بيريود، والريجولار تايم الأولاني ده 110، 90، 120، 100، الأوفر تايم 90، 70، 80، 60، والديماند 170، 150، 160، 180، والكذا. وقال لك إن الكوست في الريجولار 4، والكوست في الأوفر تايم 5، وقال لك الهولدنج كوست 3 من 10، والشورتج كوست قد إيه؟ 4 من 10. أول مطلوب كان بيقول لك فورميلا ذا تيبل if holding and shortage are limited to only a max of one period only. ازاي يعني؟ بيقول لك املال الجدول لو كان عندك الشورتج والهولدنج اخره فتره واحده بس، يعني ما ينفعش يتنقل اكتر من ايه، اكتر من فتره واحده. هو قال لك فورمولات بس، ما قالكش احسب لي اللي هي الايه برودكشن كوست. فانت كالعاده هتروح عامل الجدول بتاعك اهو، تمام. قلنا احنا بنحط البيريودز اللي عندنا في الايه، في العواميد، بدل الابيريود الاولانيه، الثانيه، الثالثه، 4، ودايما بنحط سير بلس اللي هو ايه الدامي. وبعد كده بتحط بقى احنا عندك 4 فترات، فبالتالي هتعوز 4 ار و تي بقى، ار 1 تي 1، ار 2 تي 2، ار 3 تي 3، ار 4 تي 4، تمام. بعد كده ايه هتحط الديماند اللي عندك كله، الاولانيه الديماند دي 170، ده 170، 150، 160، 180، تمام. والفرق ما بين الديماند والكباسيتي دول اللي هو 60، بتحطهم ايه هنا كده. طيب بعد كده هنملى بقى الارقام دي كلها ازاي؟ احنا مش هنعمل الشروط دي كلها. قال لك ان الكوست في الريجولار 4، بمعنى ان الريجولار الاولاني 4، تمام، والكوست في الاوفر قد ايه؟ 5، بس كل واحد بفترته. افتكروا الجملة ايه، يبقى الار 1 بار 2 وتي 2 خاص بالفترة التانية، يبقى هنا 4 وهنا قد ايه؟ 5. طيب وتي و ار 3 وتي 3 خاص بالفترة التالتة، يبقى 4